السلام عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. أحبائي، اليوم درس جديد ومهم جدا حول أجهزة الشاومي، خصوصا جهاز الميتي فيستيك وأيضا جهاز المي بوكس. وضعت درس سابق حول هذا الجهاز في الدائرة البيضاء، هناك الدرس الأخير حول إضافة تطبيقات خارج المتجر بتطبيق فايل كوماندر، واليوم سنقوم بتنفيذ نفس الشيء ونفس الطريقة بشكل مغاير حول جهاز المي بوكس، ونفس الطريقة تصلح للجهازين وأيضا لأجهزة الأندرويد تي في عامة. الطريقة يا إخواني سهلة جدا وسنقوم بها مع بعض، وستشاهدوا بأنني لن أستخدم لا يو اس بي ولا كمبيوتر، فقط الجهاز نفسه والريموت كنترول الخاص به. اليوم أحبائي سيكون الدرس مهم، سيساعد كل من يمتلك هذه الأجهزة. بالمناسبة هي متوفرة لدينا أجهزة أصلية، النسخة الأمريكية إخواني متوفرة لدينا هنا في المغرب، سعر ممتاز جدا. في الواتساب تجدون جميع التفاصيل، يمكنكم الاتصال بنا. النسخة المي تي في ب 690 درهم في المغرب، والنسخة المي بوكس النسخة الأمريكية ب 890 درهم، وهي أجهزة أصلية 100% جلوبال فيرجن. إذا نطلع مع بعض فاصل قصير وسأعود لكم لأريكم الطريقة، لا تذهبوا بعيدا. أهلا بكم مرة ثانية إخواني، إذا تابعوا معي جيدا كل ما سنحتاجه إلى الريموت، ونتوجه إلى جهاز المي بوكس أو المي تي في ستيك، نفس الطريقة تصلح للجهازين وأيضا لجميع أجهزة اللي تعمل بأندرويد تي في، نفس الطريقة يمكنكم استخدامها حتى جهاز الفاير تي في ستيك، كنت قد شرحت نفس الطريقة. إذا سنحتاج إلى الذهاب، طبعا هذا جهاز فعلته يعني حالا وليس فيه تطبيقات، هذه فقط لتأتي بالتطبيقات اللي مفترضة افتراضية تأتي على هذا الجهاز. إذا نذهب على الابليكيشن ونذهب على البلاي ستور كما تشاهدون، وسنقوم بتنزيل بعض التطبيقات المهمة اللي سنحتاجها في هذه العملية. نبدأ بالبحث حول متصفح للملفات اللي سنحتاجه في هذا الدرس، وشاهدوا معي هذا التطبيق ممتاز وأستعمله بكثرة وهو سهل جدا. ما علينا سوى البحث حول فايل، هكذا نكتب فايل اكسبلورر، بمجرد كتبت فايل سأريكم أين هو هذا التطبيق. طبعا هناك عدد كبير منهم، لكن أنا سأحتاج إلى هذا التطبيق أحبائي. هذا التطبيق أنا أفضله، سهل جدا، وهو تذكروا بأنه من المطور أنكر. إذا انستال، ننتظر التنزيل أحبائي، وما هي إلا لحظات وسيتم تنزيل التطبيق. إذا هذا هو متصفح الملفات اللي سنحتاجه في هذه العملية، إذا طبعا نعطيه الصلاحية. وتشاهدون إخواني إذا هذا هو المتصفح، إذا أول شيء هذا سيساعدنا على تنصيب التطبيقات APK، طبعا ها هو فارغ. الآن سنعود مع بعض إلى البلاي ستور مرة ثانية. طبعا لوضع بلاي ستور هنا في الواجهة سهل جدا، نضغط هنا زائد ونذهب مع بعض إلى بلاي ستور وأضيفه في الواجهة لسهولة الوصول. إذا نعود إلى خاصية البحث، وهذه المرة سنبحث عن تطبيق سهل جدا اللي هو داونلودر، تذكروه جيدا، الروابط أسفل الفيديو كما عادتنا. داونلودر، داون مجرد كتابة ثلاث أحرف أظن بأنه سيظهر معنا. إذا ها هو التطبيق، نقوم بتنزيله مرة أخرى على الجهاز، وهذا هو التطبيق اللي سيساعدنا للحصول على عدة تطبيقات خارج المتجر. إذا فتح أول مرة، تفعيل، إعطائه صلاحية، أوكي. إذا هذا هو هذه الواجهة الخاصة بالداونلودر اللي من خلاله سننزل روابط خارج متجر البلاي ستور تطبيق معين، وسيكون اليوم الشرح حول تطبيق الاب توي تي في، سنضيف اب توي تي في بطريقة سهلة جدا، سأعطيكم الرابط أسفل الفيديو. إذا نحن نزلنا التطبيق الخاص بالملفات، الآن نحتاج إلى تنزيل البراوزر. في هذا التطبيق إخواني البراوزر غير متوفر، لذلك يجب تنزيله هي في المرة الأولى. لو ذهبنا على البراوزر سنقوم بالذهاب، تشاهدون بأنه يتطلب منا أن نقوم بتنزيل هذا المتصفح اللي هو براوزر من موقع aftvnews.com. إذا نقوم بالرجوع مرة أخرى إلى هوم، وسنقوم بكتابة
الرابط إخواني اللي سأضعه لكم هنا في الشاشة وأسفل الفيديو، قوموا بكتابة هذا الرابط لتنزيله. إذن إخواني هذا هو الرابط، دائما في الشاشة تشاهدونه. إذن نقوم بتنزيل المتصفح. إذن يتم التنزيل كما تشاهدون، طبعا نعطيه الصلاحية، ضروري أن نعطي صلاحية للمتصفح وأيضا نعطي صلاحية لداونلودر بما أننا داخل الصلاحيات. إذن نعود إنستال مرة ثانية، وهذه المرة إنستال، ويتم تنزيل البراوسر الخاص بال أو البلاجين الخاصة بهذا التطبيق. إذن دان، تم التنزيل. طبعا يمكنكم حذف الملف نهائيا من الجهاز. إذن إخواني هذه المرة ستشاهدوا بأننا عندما نعود إلى البراوسر هكذا، أوكي، ستشاهدون أنه الآن لدينا المتصفح مفعل كما تشاهدون، أيضا الماوس تعمل كما يظهر معكم في الصورة. إذن إخواني الآن لنجرب مع بعض تنزيل تطبيق معين خارج المتجر. إذن هذه الطريقة، تتحصلون على الرابط تضعونه هنا جو، سيتم تنزيل الابليكيشن. يمكنكم الوصول مباشرة إلى صفحة معينة، مثلا تدخلون على أبتويد مباشرة هنا أو صفحة أي تطبيق وتنزلونه طبعا باستخدام المتصفح نفس الطريقة اللي نستخدمها على الكمبيوتر. إذا أنا سأعطيكم رابط مثلا للأبتويد، رابط للأبتويد مباشرة. إذا إخواني هذا رابط مختصر اللي تشاهدون، رابط مختصر للأبتويد تي في، سنقوم بتنزيله من موقع الأبتويد مباشرة عن استعمال داونلودر. إذا نضغط على أوكي، وستشاهدون بأنه الآن سيتم تنزيل، شاهدوا بأن دخلنا على الأبتويد وسيتم تنزيل التطبيق مباشرة على الجهاز من غير استخدام كما قلنا لا يو اس بي ولا كمبيوتر، كل شيء داخل التطبيق داونلودر يتم التنزيل بسهولة. وستشاهدون بأن التطبيق يعمل، وهذا تطبيق الأبتويد. لماذا قلت لكم أبتويد؟ لأنه سيسهل عليكم عملية تنزيل تطبيقات خارج المتجر. طبعا فيه عدد كبير من التطبيقات اللي هي لن تجدوها في الاندرويد تي في، نعطيه صلاحية ومن خلال هذا التطبيق طبعا ستجدون آلاف التطبيقات والكاتيجوريز اللي تحتاجون، انتم فقط ابحثوا تجدون آلاف التطبيقات. إذا نفس الطريقة هذه تستخدمونها مع كل رابط مباشرة من الموقع. نأتي إلى هنا إلى زائد ونضيف مثلا داونلودر وأيضا نضيف الأبتويد. هذه الطريقة يا إخواني باستخدام الداونلودر نزلوا ما شئتم من تطبيقات من غير استخدام لا كمبيوتر ولا يو اس بي. نلتقي في فيديو قادم، هناك درس آخر بنفس الطريقة، وهذه المرة سنستخدم الهاتف لإرسال تطبيقات من الهاتف إلى الأجهزة المي تي في سيك والمي بوكس. أتمنى أن يكون الدرس قد أفادكم أحبائي، وقد وجدتم يعني مبتغاكم في هذا الدرس من خلال تنزيل تطبيقات خارج المتجر. كان معكم أخوكم محمد من قناة Secret of Net، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء في الدرس القادم. ولا تنسوا الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم. تحياتي لكم، دمتم في رعاية الله وحفظه.